ما دوافع الولايات المتحدة الأمريكية وراء قتل القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؟ هل يفتح قتل سليماني الطريق أمام تفاهمات جديدة بين الدولتين، أم هو مقدمة لمستوى غير مسبوق من التصعيد بينهما؟ أي تداعيات ستتركها هذه التفاعلات بين واشنطن وطهران على المنطقة العربية؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان قتل سليماني الدوافع والتداعيات.